يطلب رشوه او يطلب فلوس. كل انا يابه على باب الله وصاحب تاكسي وما عندي، مجرد اطلع عيشتي يقول لك ها هي غرامه. يجي واحد هسه سياره مضلله ما ياخذ منه غرامه، ما يقدر. استطلاع للراي وتذمر واستياء من المواطن على عمل المرور. اي والله بيها صعوبه، يعني الغرامات اللي مسويها قويه، واحنا اصحاب تاكسي يعني على قد حالنا. شغله ثانيه تروح تحول السياره ياخذ منك مال جسور، ياخذ منك مال طرقات، وهي الطرقات كلها طسات والجسور كلها واقعه. يعني هاي اذيه للمواطن وهم ماذا يحسون بها، مجرد ياخذون فلوس من عندنا. ما الشهداء الشرطه، احنا شنو شغله بشهداء الشرطه؟ يعني هم ما عندهم رواتب، احنا نجي نعطي؟ يعني احنا قمنا نصرف على الدوله، ومو بس المرور، كل دوائر يعني الدوله هي هالشكل. يا اما تعطي فلوس يا اما ما تصير معاملتك ما تمشي. هل فد يوم صادفك رجل مرور طلب من عندك رشوه؟ لا لا، بس هو يعني اقل شيء غرمك، تقول له انا يابا على باب الله وصاحب تاكسي وما عندي، مجرد اطلع عيشتي يقول لك ها هي غرامه. يجي واحد هسه سياره مضلله ما ياخذ منه غرامه، ما يقدر يحكي لو تابع الحزب لو تابع الدوله. والله الحقيقه هي طبعا اجراءات روتينيه احنا اللي نشوفها بالمرور، يعني خلال مراجعاتنا سنويه او اجازه السوق، اجراءات روتينيه. ولكن اكو فد موضوع مهم جدا، يعني على الدولة ومديرية المرور العامة النظر بهذا الموضوع. يعني أنا من أروح دا أدفع مبلغ رسوم اللي هم يعني يسموه الطرق والجسور، فهذا الطرق والجسور أنا من جاي أدفع للطرق والجسور، من أنا أبو سيارة من أجل الشارع أشوف تبليط، أشوف الشارع نظيف، لأن أنا سيارتي أولا من جاي أسوق، جاي أمشي بالشارع، يعني الشوارع كلها طسات، ماكو أي تبليط، ماكو أي يعني فد شيء من الدولة أو من مديرية المرور العامة، فهذا الشيء يعني على الدولة ومديرية المرور العامة النظر به. هل فد يوم بالشارع صادفك رجل المرور طلب من عندك رشوة؟ لا هاي ما شفت صراحة، يعني ما شفت بالشارع أنه مرور يطلب رشوة أو يطلب فلوس، لا هاي ما موجودة صراحة.